مصطفى طبعا بهنيه على المستوى اللي هو ظهر بيه بصراحة. يعني عجبني حاجة ان هيبقى في منافسة ما بينه وما بين الشناوي. منافسة ما بينهم. انت لغيت علي لطفي؟ ما بص ما خلينا في اللي موجودين اللي انا بشوفهم الحالة اللي احنا فيها. ماليش بالتالت بقى فاهم قصدي، خلينا في الحتة اللي انا شفت المستوى بتاعه الحقيقي. ماشي. خد بالك النهاردة علي لطفي كان التاني. ما هو التاني كان بقى بص هو اللي بيمسك الفرصة. يعني ما كلنا كنا سادس وكنا رقم 20 مثلا، هو اللي بيمسك في الفرصة واللي يركز. النقطة الأهم بس اللي أنا عايز أتكلم فيها على موضوع مصطفى، إن في ناس كثيرة جدا ممكن تقعد تتكلم عليه عشان خاطر هو ابن كابتن شوبير. مهما كان الخلاف حتى لو حد مختلف، خلينا نتكلم ان هو موهوب. موهوب تمام، باين من يعني في البدايه طبيعي لسه صغير مع المباريات، وانا شايف ان مصطفى لو شارك في مباريات عدد اكتر من كده هيظهر بمستوى افضل من كده. والله حقيقي مقتنع بموهبته. يعني باين وتركيزه عالي جدا، خفة الحركة بتاعته مميزة. فعشان الناس هتقعد تتكلم تقول لك يعني الخلاف ما بينه وبين كابتن شوبير، فهيخشوا في الحتة دي، فخلينا نتكلم هو الولد ما هو. وفي ناس تقول لك لعب بالواسطة عشان كابتن شوبير. لا مفيش واسطة. فين ما هو؟ واحد بيلعب النهاردة. تستخبى يا جماعة. هل النهاردة الواسطة يعني وجوده النهاردة بالواسطة، ولا هو المستوى الفترة اللي فاتت؟ لا موهبة. والله 50,000 كان بيساندوه النهاردة. موهوب موهوب. وشجعوه بيساندوه. 70,000 كمان. 70,000. كابتن ساك من كده المستوى الحقيقي هو، خد بالك مش أي حد يقدر يستحمل كم جميل بتاع ده. ممكن ده في كورة مع الضغط اللي هو كان فيه اللي هي الفاول اللي هو اللي مسكها. خد بالك لو اي حد تاني ما عندوش ثقه في نفسه ممكن تعدي. الطبيعي انا يعني انا خفت ان هي تقع منه. بس هو ما شاء الله الثبات بتاعه كويس، رؤيته للملعب. في نقطه كمان انا يعني التفتت ليها النهارده، كلامه مع اللعيبه. شخصيته دي شخصيه دي. الحارس المرمى اللي بيتكلم مع اللعيبه وبيشجعهم ويقعد يتكلم معاهم يقول لهم في خمسه في الحيطه وفي عايش مع المباراه، ده بتفرق معاه بنسبه 70% من الاداء بتاعه. طبعا. فهو ظهر بمستوى كويس بهنيه، وعجبني جدا ان في موهبه جديده ظهرت، بتمنى له التوفيق. لسه دي كده دي البدايه. خلي بالك بقى انت كنت قايل لي الاهلي محتاج حارس مرمى، انا مش بنسى. ده حقيقي. دلوقتي الاهلي محتاج حارس مرمى؟ لا بعد المستوى اللي انا شفته لا مش محتاج. وعجبني جدا ان في منافسه. ما تنساش ان انا قلت لك لا. ايوه صح. قلت لي لا. انا اتكلمت بناء على ان انا ما شفتش برضو الاداء. وكان فتره الشناوي فيها مش موافق، وكان في الفتره دي مشاركه مصطفى شوبير تقريبا ماتش ولا ماتشين، فما اقدرش ان انا اقيم. هو النهارده التقييم الحقيقي لاي لاعب. مظبوط. ده اول حاجه بتمنى التوفيق، واتمنى الناس تفصل موضوع ان في خلاف مع كابتن شوبير، عشان ده الولد حارس مرمى كويس وليه مستقبل كبير، واتمنى له التوفيق ان شاء الله.